نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اخذنا بما تقدم ولله الحمد والمنه ما يتعلق بمتن العقيده الوسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وبقي معنا ان نذكر ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجمل اعتقاده والسنه والجماع في امور منها أن الأمة أجمعت على أن الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. ومن شك في خلافة واحد من هؤلاء الأربع أو في هذا الترتيب فهو أضل من حماية استعمال الغلظة في موضعه، قال نسأل الله السلامة عافية مضل، لأن الأمة أجمعت على خلافة هؤلاء الأربع على هذا الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. مسألة الخلاف فلا يمكن أن يقدم واحد على الآخر على هذا الترتيب، من قدم واحد منهم على الآخر في الخلافة فهو نسأل الله السلامة العافية خالف إجماع الأمة، كافر كفر أكبر، ضال مضل. لأن الأمة أجمعت على خلافة هؤلاء. وكذلك أننا لا نشهد لإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار، نسأل الله السلامة العافية، إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. لا نشهد لإنسان بعينه أنه في جنة سواء من فضل أو في نار، نسأل الله السلامة العافية، إلا لمن شهد له الله وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام. العشر المبشرين بالجنة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر، أمهات المؤمنين، ثابت بن قيس بن شماس، بلال، عكاشة بن محصن، المرأة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كانت تصبح وتكشف. لا نشهد الإنسان بعينه في الجنة أو في نار إلا لمن شهد له الله وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة عموما في الجنة وكلا وعد الله الحسنى. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بآل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن من آل البيت، بنو هاشم ومواليهم وأمهات المؤمنين، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحفظ لهم حق الإسلام وحق القرابة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا إفراط ولا تفريط على ما ذكر. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكرامات الأولياء، كرامات الأولياء، أولياء من؟ أولياء الرحمن. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا
كانوا يتقون، أي جمعوا بين الإيمان والتقوى. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه الفرقان. لا بد أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. خوارق العادات، في أشياء تأتي على خلاف ما اعتاده الناس. خوارق العادات أشياء تأتي على ما اعتاده الناس. هذا الأخ يحفظ القرآن أم اعتاده الناس؟ هذا يحفظ، هذا يحفظ، هذا يحفظ، يمشي من هنا إلى مسافة 20-30 كيلومتر يصح برجلي، يصح يصح لا أشكر. يطير في الهواء، يطير في الهواء، هذا على خلاف العادة. يمشي فوق سطح الماء برجلين على خلاف العادة، يأكل النار، يأكل الجو، يشرب السم، يمشي على الجو. هذا خوارق العادة. فخوارق العادات أربعة. يعني الأشياء التي تأتي على خلاف العادة أربع أشياء. الأول آية، وهذه تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هل يمكن أن يأتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن لديه آية؟ لا، لو حدث هذا فهو كاذب، الله كاذب. نعم، لأنه مدعي النبوة والرسالة. إذن هذا القسم الأول من خوارق العادة، آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني كرامة، وتكون لأولياء الرحمن. مثال يعني الله سبحانه وتعالى فتح على شيخ الإسلام يكتب قلنا في يوم لا يكتب الكاتب في أسبوع، هذا من كرامة لك أولياء. الصحابة رضي الله عليهم كان أحيانا لواحد منهم يقاتل جيش، واحد يقاتل جيش يكمل، مثل مثلا سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري قاتل جيش واحد، رجل واحد وقاتل جيش. كرامات أولياء، الثالث معجزة وفتنة، نسأل الله السلامة العامة، وتكون لأولياء الشيطان كما يحدث نسأل الله عليه السلامة للدجال. كيف تعرف أن هذه كرامة أو معجزة أو فتنة؟ بحال الرجل إيمان وتقوى كرامة، لا إيمان ولا تقوى، معجزة أو فتنة. الساحر الآن يصنع أشياء، هذه معجزة أو فتنة. معجزة يعني يعجز بعض الناس عنها. الرابع
فضيحة. مسكوعة فضيحة. كيف؟ كل من كذب على الله نسأل الله السلامة والعافية يفضح الله في الدنيا قبل الآخرة. اللهم استر عيونه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه به مرض في عينيه، دعا عليه الصلاة والسلام ونفث في عينيه برئ كأن لم يقل به وجه. ما هذا؟ آية. نعم. وسيلم الكذاب أتي إليه برجل فيه مرض في عينيه، إذا جاءك مريض وقرأت عليه قد يبرأ وقد لا يبرأ، فقال المسيلم كذاب افعل بهذا المريض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه، فأخذ يقرأ ويتمتم وينفث في عين هذا المريض. ماذا حدث؟ ماذا حدث لهذا المريض؟ ذهب بصر، أصبح أعمى. فضيحة. كان هناك في المدينة بئر فيها ماء قليل، فجاء الصحابة بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادع الله ان يبارك لنا في هذا الماء الذي في البئر. دعا عليه الصلاه والسلام دعا وبصق في هذا البئر، واذا بالماء يزيد. جاء المسيلم قال عندنا بئر فيها ماء قليل، اريد تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، انت مسيلم الكذاب. طبعا ما قال كذا، جاء وقرأ وتمتم وبصق في البئر، جف البئر. في العهد القريب من زغلول أحمد القادياني في شبه القارة الهندية ادعى النبوة رسالة وكذا، نسأل الله السلامة العافية، مات في الحمام فضيحة. قال بعض الناس من هؤلاء أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث يقبضون. مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة. مات ميزة غلام أحمد القادياني في الحمام، يدفن في الحمام. إذا خالف العادات أربع، آية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كرامة لأولياء الرحمن من طريقة أهل السنة والجماعة الإقرار بكرامة الأولياء. ما نقول معجزة وفتنة لأولياء الشيطان صلى الله عليه وسلم. الرابع فضيحة. وذكر كذلك شيخ الإسلام ما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن أهل السنة يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه الله، ويثبتون الكتب المنزلة من السماء كلها كلام الله منزلة لا مخلوق. تكلم شيخ الإسلام كذلك عن أركان الإيمان، ومنها الإيمان باليوم الآخر،
فتنة القبر سؤال الملكين عن أصول الثلاثة. عذاب القبر، نعيم القبر، البعث والنشور، ما يكون في يوم القيامة، من محاسبة الخلائق، وأن هناك 70,000 يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب، نسأل الله من فضله. مما يكون يوم القيامة دنو الشمس من الخلائق ونشر الدواوين صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه نسأل الله من فضله، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره نسأل الله السلامة عليه. قال بعض السلف: قد أنصف من جعلك حسيبا على نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تأخذ الصحف وأنت تحكم على نفسك، هذا من العدل. مما يكون يوم القيامة حوض النبي عليه الصلاة والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسيرة شهر على الإبل، وعرضه شهر. آنيته عدد نجوم السماء، طعمه أحلى من العسل، الريح أطيب من ريح المسك، لونه أشد بياض من اللبن. متى يكون الحوض؟ في عرصات يوم القيامة بعد أن تدنو الشمس من الخلائق. الناس بحاجة إلى شرب، من يشرب من الحوض؟ انتبه، الجزاء من جنس العمل، الذي يشرب في هذه الدنيا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر، كان الجزاء من جنس العمل. من يسقيه؟ يسقيه النبي عليه الصلاة والسلام بيديه. بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا حتى يكون الجزاء من جنس العمل. من شرب من هذا شربة واحدة لا يظلم بعدها أبدا. يبعد أناس عن الحوض، ما يستطيعوا الشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، يقال له: إنك لا تدري. إذا لا يعلم غيره ما أحدثوا بعده، أحدثوا أي غيروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحرا سحرا. الذي تعمل به في الدنيا يجازيك الله سبحانه وتعالى عليه في الآخر جزاء وفاق. سراب جسم منصوب، نسأل الله السلامة العافية، على متن جهنم: وإن منكم إلا واردها. يمر الناس على هذا السراب، بحسب العمل في الدنيا يكون المرور على السراب. كان يسعى في هذه الدنيا إلى طاعة الله يجري، منهم من يسير على الصراط كالبر،
الجواب، ومنهم من يسحق، وعلى الصراط كارم تخطف الناس. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الحاج أو المعتمر إذا كان بين العلمين في الصفا والمروة يسعى يسرع يهاول، يقول يشتد في هذا السعي، يتذكر بهذا سعيه إلى الله. فسعيك إلى الله في الدنيا يحدد سعيك على الصراط. قيل لأحد السلف رؤيا المنام بعد أن مات، ما صنع بك الله؟ قال وضعت الرجل الأولى على الصراط والثانية في الجنة. إذن يا إخوان، الحوض والصراط فيه عبرة واتعاظ، أن لابد نسعى إلى الله في هذه الدنيا إلى ما سعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. لماذا تسعى في الشر والإفساد والغيبة والنميمة والحقد وتفريق الأمة؟ رؤوس الفرق الضالة، نسأل الله العافية والسلامة. مثال مثلا رأس المعتزل واصل بن عطاء، رأس المعتزل واصل بن عطاء عندما اعتزل مجلس الحسن البصري كان معتزلا، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه اعتزل مجالس أهل السنة والجماعة. هل كان واصل بن عطاء يتخيل أنه يوم من الأيام يكون رأس لفرقة ضالة؟ لا. يا أخي احذر، قد تكون رأس لفرقة ضالة وأنت لا تدري. بماذا؟ بمخالفة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. طريقة السنة والجماعة العملية، لابد
أن تظهر العقيدة على سلوك المرء. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على ما تقتضي الشريعة. أن تعفو عن من ظلمك. تعفو عن من عفى عنك؟ لا، تعفو عن من ظلمك. وتصل من وصلك؟ لا، تصل من قطعك. الإحسان إلى الخلق، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنا مؤمن؟ قال: سل جيرانك. المسلم قال عليه الصلاة والسلام: من سلم الناس من لسانه ويده. من هو المسلم؟ من سلم الناس من لسانه ويده. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحظ والنسل. ينهون أهل السنة والجماعة عن الفخر والخيلاء والاستطالة والترفع والتكبر على الخلق. يأمرون بمعالي الأخلاق وهم في هذا الأمور متبعون لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويدينون يقول يعتقد الرجل من السنة والجماعة النصيحة أن النصيحة دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وغير هذا مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ثم أن المؤلف على ما ذكرنا لكم ختم بخاتم عجيب، تبرأ من حول قوته ودعا الله، فنسأل الله أن يجعلنا منه أيضا أهل السنة والجماعة. تفتقر إلى الله وتعلم أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. تظن على ما ذكر ابن القيم رحمه الله: لا بد أن تظن بنفسك السوء. نعم، هذا كلام ابن القيم يقول: تظن بنفسك السوء، تقول أنا مقصر مذنب كذا كذا كذا. قال: وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، يعني تمشي على الصراط المستقيم. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل. يقول: لا يوجد، لا تعتقد أن بنفسك خير أبدا. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، يعني تمشي على الصراط المستقيم، وخيرها كالمستحيل. وقل: ماذا تقول؟ وقل: يا نفس، ما هو كل سوء؟ أترجو خيرا من ميت بخيل؟ نفسك بخيلة ميتة ليس فيها خير. كل ما بها وكل ما بك من تقوى وصلاح واستقامة وهداية وحرص على الصلاة والطاعة والصيام وغيره، قال: فتلك مواهب الرب الجليل. تظن دائما بنفسك السوء وتظن بالله خيرا.
الذي عليه أئمة السنة والجماعة. سواء يجعلنا منهم يا رب. لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة في مذكرة العقيدة الواسطية. وشرح مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فتراجع موجودة باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية. هذا يعني ما كتب الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان يعني سبب في إقامة هذه الدورة، وأن يعين على ضبط هذه المسائل وعلى العمل وعلى الدعوة. بعد هذا نريد أخوانا أن تكون هذا الذي ذكرنا من متون العقيدة دائما معك، تراجع، تحرص على العمل، تعلم الناس الذي أنت موقف منه 100%، لا تفقد، تشك 1% توقف ولا تتكلم بكلمة، تحرص على دعوة الناس إلى توحيد الله، فادعو لما دعا إليه، الناس اليوم بحاجة للتوحيد أخوانا، فنريد من هذه الليلة تنتهي الدورة، لا. هذه الليلة تبدأ الدورة وتعرف أن الله سبحانه وتعالى اختارك بين الملايين، اختارك أن تكون مسلم، واختارك لأن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عليهم أهل السنة والجماعة، تحسن الظن بالله تقول أن الله اختارك وهذا من نعم الله. كذلك اختارني أكون طالب علم، من يريد الله به خيرا فقيه الدين، يقول أنا أحسن الظن في الله وأطلب وحارب وأجاهد حتى يفتح الله علي. وعلى هذا والله تسعد في هذه الدنيا، ولكن التقي والسعيد يبقى معنا ولو أطلنا عليكم ما ذكر الأخ في لجنة هذا المسجد من إكمال بناء هذا المسجد، أي ملحقات هذا المسجد. أنتم تعرفوا أنكم في هذه البلاد بحاجة إلى المدارس أكثر ما يكون، ولا يرضى مسلم أن تكون له بنت تدرس في الاختلاط منذ الصغر إلى أن تكبر ولا يستطيع أن يسيطر عليها. يتعلم معتقد أهل الكفر والضلال، أكل خنزير، شرب خمور، فواحش، غنى وكذا وكذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جاء إليه الملك فهد رحمه الله، جاء إلى بيته الملك يزور الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيته.
فنظر الملك في بيت الشيخ بن عثيمين. بيت الشيخ بن عثيمين رحمه الله بيت متواضع من طين تراب لكن مكلف. تأثر الملك، هذا عالم إمام يسكن في هذا البيت، فقال الملك رحمه الله للشيخ، قال يا شيخ نريد أن نبني لك بيت. ماذا قال الشيخ؟ طيب لا قصر وسيارة؟ لا 10 سيارات وخدم وحشر. قال نريد أن نبني لك بيتا. ماذا أجاب؟ قال رحمه الله أعمر بيت الله، يعني ابني مسجد بيت الله، أنت تبني المسجد وأنا أبني بيت. مساجد بيوت الله أخوان، فلا يعني يبخل الواحد، كل إنسان قد استطاع. ثم لعل هذا يكون عمل صالح يبقى بعد موته. ابن سعد رحمه الله يقول في الوقف، هذه أوقاف تعرف أن هذا الأرض ولله الحمد ملك المسلمين، يقول في الوقف أنه من أنفع القرى، من أنفع القرى. يقول جابر رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنه أنه لم يعني ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لديه استطاع على الوقت إلا وقت. هذا الآن طالب علم ليس لديه شيء، سهل جدا يستطيع أن يتصدق بنصف أمواله، معه كم 10 يوم تصدق بخمسة نصف ما لديه. ثم هو هذا هو الذي يبقى في الحقيقة والله. عمر بن عبد العزيز رحمه الله أراد أن يجعل بين كل بيتين مثل مدرسة، لأنه بهذا تصلح الأمة، مدرسة ومدرسة ومدرسة انتهى كل شيء. ف يعني انا احثكم ونفسي على المشاركه في اكمال هذا الوقت المبارك، وصلى الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الوقت مناره بالتوحيد ونشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. وانا والله يا اخوان يعني اعتذر اذا يعني عنفت البعض او يعني اوقفنا بعض الكلام، والله هذا يعني ما كان صلاة لا يلكم الاخلاص القول عمل، يعني ما كان هذا الا من باب الحلف. وانا والله كما تعلم كما قال معاوية رضي الله عنه خطب في الناس وقال يا أيها الناس إني لست بخير ولكنني والله خير لكم. فأنا والله لست بخير لكن إن شاء الله أنا خير لكم إن شاء الله. فنريد من اليوم أن تبدأ الدورة، نسمع نشر العلم ونشر السنة ونشر التوحيد، دفاع عن الأشخاص لا تدافع عن الأشخاص، دافع عن التوحيد. مفهوم؟
الميكروفون الله اعلم ان اللبيب بالاشاره يفضل. لا احد دافع عن الاشخاص، دافع عن الائمه، لان الطعن في الائمه طعن في السنه، اما الدافع عني لا ما يصير. دافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، علموا الناس التوحيد، انشروا المطويات والكتب والرسائل التي فيها دعوة السلف الصالح رضى عليهم إلى توحيد الله. فالله الله بهذا الدين. سألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا صنعت فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تعلمت؟ هل علمت؟ هل دعوت؟ هل صبرت؟ لا بد أن تجيب. فأعمال يسير تستطيع تدعو إلى الله، أن تتعلم، أن تراجع. وسائل الدعوة اليوم يسر لله تعالى. تتعاون أخواننا بارك الله فيكم، تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.